مساء الخير. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صور مشاهدها أمريكيين هربوا من إعصار إيدا العابس من 4 أيام بمناطق الجنوب الشرقي الأمريكي وبنيويورك، من بعد ما امتلأ معظم أنفاق محطة مترو بشارع 28 بمي هددت عدد من اللي هربوا من الإعصار، وتشرد ناس كتير بسبب تجاهلهم لتحذير أصدرته هيئة النقل العام بالمدينة بعدم السفر بهيدا الوقت، فعيشوا لحظات من الرعب الحقيقي. حادثة بمصر بلشت بألم وانتهت بعمل بطولة، من بعد ما كان الطفل محمد عم يلعب بالشارع وقرب من عمود كهرباء لسعق الطيار لدرجة انه التزق بالعمود، وظهر بالفيديو اللي انتشر انه الشاب المصري اللي تمكن بشجاعة استثنائية خلص هيدا الطفل اللي دغري سحبه عن العمود وانقذ له حياته، وبالصدفة قطعت ممرضة من موقع الحادث وساعدت الطفل بتنشيط قلبه حتى يرجع يوعى. الشاب جاي اهوت لابس شبكة اخضر، ختم أخبارنا لليوم مع الفنانة فيفي عبدو اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض التصريحات السابقة من حوارات تلفزيونية قديمة سجلتها ببداية مشوارها الفني، ورغم أنه الفيديو قديم ولكن تصريحات فيفي عبدو فيها أثار الضجة وجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولقى تفاعل كتير كبير. وتحدثت فيفي عبدو خلال اللقاء عن الصعوبات اللي واجهتها كرائصة بشغلة بعد ما سألتها هلا سرحان عن رأيها بأنه الجمهور دايما بيقول انه المال بيجي بسهولة للراقصات، لا ترد عليها انه هذا الحكي مش صحيح، واكدت انه مهنة الرقص مليئة بالصعوبات وقالت مش بالسهولة، نحن بنشقى كتير لنحصل على المال، الله لا يفرجي حدا الشقى اللي عم نشوفه. احنا اللي البدلة الرقص بيقع منها الالماس يخش في رجلي، تقعد هي طول الليل او اي واحدة مننا تقطع. طبعا انا كان يعني اتعلمت البس الجزمة من كتر ما قعد يطلع الازاز من رجلي. ربنا ما يوري حد الشقة اللي احنا شقيناه في عز البرد، كنا بنلبس بدلة الرأس بقاعدة الست حتى الفرو مش قادرة تسقف عاملة كده واحنا قاعدين بنشتغل وتعبانين، فما نقولش جه القرش بسهولة، لا احنا شقينا قوي بالقرش فعلا شقينا، ولما ربنا بيبارك لنا بيبارك لنا ان احنا شقيانين بالقرش. وهذه كانت اخبارنا لليوم من عالمنا التاني، باي.